في ساحة الاستقلال في كييف يواصل أنصار المعارضة الأوكرانية تظاهراتهم للمطالبة باستقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وفي محاولة لحشد المزيد من المواطنين، أعلن زعماء المعارضة عن مبادرة من مجلس أوروبا والمتعلقة بإنشاء لجنة للتحقيق بتعرض المتظاهرين للعنف من قبل قوات الأمن أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة. أرسيني ياتسونيك زعيم المعارضة قال في كلمة له: لدينا مفاهيم مشتركة مع شركائنا الغربيين حول ما ينبغي القيام به في أوكرانيا وحجم الأموال التي نحتاجها، لكن السؤال: من سينفذ خطط تغيير هذه؟ لا أحد يثق بالنظام الحالي. قوى المعارضة أعربت عن أملها بإجراء تغييرات دستورية من شأنها أن تحد من صلاحية رئيس البلاد. ولا يزال الشارع الأوكراني بانتظار إعلان الاسم الذي سيخلف رئيس الوزراء الأوكراني نيكولاي أزاروف بعد استقالته من مهام منصبه، وهو ما قد يعلنه الرئيس يانوكوفيتش هذا الاثنين بعد عودته من إجازة مرضية.